فالله يحكم بينكم يوم القيامة، أي بين المؤمنين من جهة، وبين الكافرين والمنافقين من جهة أخرى. وحين يقول الحق سبحانه وتعالى فالله يحكم بينكم يوم القيامة، لا يوجد نقض لهذا الحكم، لأنه لا إله إلا هو. ساعة يقول الحق سبحانه وتعالى خبرا يحتمل أن يجد المصاب بالخبر منه منفذا يسده الله بهذه القضية، فالله يحكم. وما دام الله يحكم ولا اله الا هو، يبقى انتهت المساله. قلنا سابقا ان الحق سبحانه وتعالى حينما حكم على قوم كانوا حتى من اقربائه صلى الله عليه وسلم، عمه، وبعد ذلك يقول فيه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، تبت يدا ابي لهب وتب، ما اغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. قول الحق سيصلى نارا ذات لهب يدل على أنه يموت على الكفر ولن يهديه الله للإيمان، مع أن كثيرا من الذين وقفوا من رسول الله مواقف العداء آمنوا برسول الله. كل يوم معسكر الشرك يفقد واحد يروح للإيمان، مثلا عمر بن الخطاب، مثلا سعد بن أبي وقاص، عبد الرحمن بن عوف، خالد بن الوليد، كل دول مش امنوا. طب ما الذي كان يدري محمد عليه الصلاة والسلام ان ابا لهب سيكون من هؤلاء، وبعد ذلك يأتي ويعلن ايمانه امام الناس ويقول قال ابن اخي سأصلى نارا ذات لهب وانا اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وقلت كلمة الايمان. الله الذي قال علم انه لم يقول، وتحكم في مستقبل لعدو من أعدائه يختار أن يقول لا إله إلا الله، ومع ذلك ما قالها. لعل قائلا يقول أو كلام من الله، يوم يقول سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل مسد، الاثنين أهو خلاص بقى، دول ما كانوش يقدروا يقفوا في مجامع كده ويقولوا نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وينهوا المسألة، مع ذلك ما قالوا. يبقوا أغبياء برضو ولا لا؟ كافرين وأغبياء كمان خلاص. وبعد ذلك يأتي الحق بعدها في الترتيب المصحفي ليقول إياكم أن تفهموا أن هذه القضية تنقض، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته، يعني سيصلى نارا ذات لهب وامرأته، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، مش حد تاني هيقول كلام علي، أنا قلت كده يعني خلاص انتهت المسألة. إذن فالله يحكم بينهم يوم القيامة ولا معقب لحكم الله، محدش هيعقب عليه لأن مفيش إله تاني، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، لان دي نتيجة ان الله هو الذي يحكم، يوم ازاي الله يحكم وبعدين يبقى فيه سبيل للكافرين على المؤمنين؟ مش ممكن، ما يبقاش لهم حجة ولا يبقى لهم قوة ولا يبقى لهم طريق على مين؟ على المؤمنين. يقول لك لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، نقول له اه، يقول له طيب دي القضية دي في الدنيا ولا في الآخرة؟ طب في الآخرة الله يحكم ومفيش، إنما في الدنيا دنيا أسباب، يمكن برضو يجعل للكافرين على المؤمنين إيه؟ سبيل، ينهزموا في معركة قدام. أم قال لك آه خد بالك بقى، الشاعر لما جه قال لك إياك أن تعتبر الخطأ ليس من جند الصواب، الخطأ نفسه من جند مين؟ الصواب. قال لك ازاي؟ قال لك لانه لما يخطئ ويصحح له الخطأ اخذ القضية من وجهين، قضية الاولى انا قلت له الفاعل مرفوع مش كده، وبعدين جي جلت مرة ونصبه، يبقى هو خد القضية الاول وسيح عنه، اقوم انا اضربه كده اقول له لا ايه هو ده مش فاعل، يقول لي فاعل، والفاعل حكمه ايه؟ الرب تلزق في راسه. يبقى الخطأ من جنود الصواب ولا لا؟ الخطأ من جنود مين؟ الصواب. والباطل من جنود الحق، الباطل نفسه، لأن الباطل لو ما استشراش كده والناس عضهم الباطل فتألموا، أيوجد هاتف بالحق؟
لو ما كانش البطل يعمل له شويه متاعب كده ويخلي الناس تهيك كنا نروح للحق. يبقى الباطل نفسه من ايه؟ يبقى الخطأ من جنود مين؟ والباطل من جنود مين؟ اوعى تقول الباطل، لا ده الباطل ده هو اللي بيويل للذعة من استشراء الفساد وخلينا نصره. طب الألم اللي يجي للإنسان، طب ما هو من جنود الشفاء. طب ما هو الألم معناه اللي بيقول لي يا هذا هناك ريء غير طبيعي في هذا المكان، تنبه الله يوم يخلينا نروح ايه لولا هذا الألم ما كان يستشري بيا الايه المرض ولا ادرس. يبقى الالم برضو من جنود مين؟ من جنود. يبقى ايه الخطأ من جنوده والباطل من جنوده الحق، والالم من جنوده الشفاء. وكل خطأ يؤديك الى صواب، مبقاش غلط ده، ده يبقى تأكيد للصواب بس بلزعة، تأكيد للصواب بلزعة عشان ما عندك ايه، عشان ما عندك تنساه. خلاص لما جه مثلا السيبوي، السيبوي اللي انتوا بتسمعوا لما واحد يلحن في اللغه ويكسر فيها تقولوا ده زعل سيبوي ليه، يعني اشمعنى سيبوي يعني؟ لان السيبوي ده هو اللي وضع الايه النحو بقى والقواعد وكلمه الكتاب، اذا اطلقت الكتاب في عرف اللغه يبقى ينصرف الى كتاب مين؟ سيبوي. زي ما نقول كتاب في عرف الاديان ينصرف الى مين؟ القران. الكتاب في عرف اهل اللغه ينصرف الى مين؟ كتاب سيبوي. سيبوي هو اللي مؤلف الايه في النحو. طيب هو سيبويه ما كانش بتاع نحو يا سيدي، سيبويه كان بتاع قراءات، قراءات القرآن. ثم كان جالس وعيبت عليه لحن في مجلس لحن، فلما عيبت عليه اللحن زعل وقال والله لا أجيدن العربية حتى لا ألحن، فأصبح مؤلفا في النحو. إيش الشاطبي رضي الله عنه ما كانش بتاع قراءات، كان بتاع نحو بتاع مين؟ وبعدين جت حاجه في القراءات ما عرفهاش، قال والله لازم اقعد للقراءات دي واقطع ورا بقى شيخ القراء. الشاطبي شيخ القراءات كلها. يبقى لا غلطه لحنه عملت من سيبويه ايه؟ نحو. وخطأ برضه في القراءات عملت من الشاطبي ايه؟ مع ان ده كان نحوي ودكره كان ايه؟ بتاع قراءات. يبقى اذا الخطأ اللي تهدي الى صواب ما تعتبرش عين الصواب؟ عين الصواب. يبقى افهموه، الخطأ من جنوده والباطل من جنوده والألم من جنوده الشفاء والعافية. خلاص كده على الأول. ولذلك تيجي تقول بقى لم يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، طب ما هم في معارك كتيرة انتصروا عليه، يقول له دي مش أصالة بقى، ده جاء للتربية في أحد خلف رسول الله ولا ما خلفوش. طيب تبقى لما نيجي نهزه تبقى بدنا نصوب ولا ما نصوبش؟ طب وفي حنين اعجبتهم الكسرة ولا لا؟ ويوم حنين اذ اعجبتكم ايه كسرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الى اخره. الله. يبقى اذا دي معناها النبر. ولذلك الشعر يقول ايه اللي تعرض لمثل هذه المسائل بيصوها، بيقول ايه ان الهزيمة لا تكون هزيمة الا اذا لم تقتلع اسبابها. الهزيمة ما تبقاش هزيمة الا امتى؟ اذا ما تفتش اسبابها ايه وتقلع اسبابها. انما ان جت الهزيمة عشان تقلع اسبابها، الهزيمة في احد عشان خالفنا امر الرسول، فالهزيمة دي جت قلعت المخالفة، تبقى مش هزيمة بقى، تبقى نصر ولا مش نصر؟ تبقى ان الهزيمة لا تكون هزيمة الا اذا لم تقتلع اسبابها، لكن اذا صهرت لتطرد شائبا فالحمق كل الحمق في من عابها. اذا جت علشان تبين لي غلطي واخد بالي منها تبقى مش ايه. وكم من خطأة اهدت صوابا، في خطأة تهدي ايه الانسان الى صواب ايه متعدد. فاذا رأيت للكافرين على المؤمنين للكافرين سبيلا على المؤمنين فاعلم ان حتة الايمان اتلخلخت فيهم، فجاءت المسألة دي عشان تلفتهم الى ان سنن الله لا تتغير حتى من اجل المؤمنين به، ما تاخدش اسباب الشيء تاخد النتيجة، تاخد اسباب وتاخد النتيجة. اعدوا لهم ما استطعوا،
ما أعدتوش ما استطعتم تبقوا تستعدوا. ذرتكم الكسوة تبقوا تستعدوا. إذا سنن الله ولن تجد لسنة الله إيه؟ مش علشان أنا قلت أنا مؤمن بالله خلاص يتغادل. لا، ده أنا مؤمن بالله آخذ جزاء على قدر ودي في الإيمان. يبقى يغار علي لما أغلط، لما أغلط يقول لي لا دي تغلط فيه، لازم أتعدد، لازم أتربى. تعالى تعالى، أنت لما تيجي مثلا، ليه الواحد منا ما بيعرفش يعلم أولاده ويجيب لهم حد تاني يعلمه؟ ليه؟ لأن حبك لأولادك يجعلك إذا غلط تنفعل عليهم وتروح يمكن ضرب وطلع. إنما المدرس التاني ما عندوش الله، هياخد المسألة يعني بالخف. إذا كل ما تكون بتحب تعمل إيه؟ تدخل بنكاش الود. إحنا ضربنا مثل وقلنا أنت دخلت الباب بتاع العمارة فوجدت في صحن السلم كده أولاد بيلعبوا قمار، ابنك وابن الجار وابن أخوك وابن واحد ما تعرفوش، ماذا يكون موقفك من هذا؟ تعمل ايه؟ أول حاجة تروح على ابنك وتروح ضربه بالقلم مش كده؟ ورفصه بالدر وطرده على فوق، والواد التاني إن كنت تقول له كلمة ولا ما تقولوش، والتالت اللي ما تعرفوش ده ولا تكلمه. الله، يبقى إذن إيه المسألة؟ المسألة العتاب على قدر المحبة والود، التأديب على قدر المنزعة في النفس. اللي ما يهمنيش ولا دي أدعو ما يغلط ويغلط ما يغلطش. فالحق سبحانه وتعالى ساعة ما ترى أن الكافرين لهم سبيل على المؤمنين في الدنيا، فاعلم أن قضية من قضايا الإيمان قد اختلت في نفوسهم، ولا يريد الله أن يظلوا هكذا، بل يريد الله أن يصفيهم من هذه الأخطاء. يوم يعمل إيه؟ يوم يجعل للكافرين على المؤمنين. علشان إيه؟ عشان تعضهم دي، ولما تعضهم دي يقوموا إيه؟ يقوموا يتنبعهم إلى الإيه؟ إلى هذه المسألة. ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. إن المنافقين يخادعون الله. بقى نحن نفهم ان مسألة المنافقين انهم كانوا بيظهروا الايمان ويبطنوا الايه؟ ويبطنوا الكفر. ام قال لك هو عايز يفتكر حد انه بيعمل حاجة من وراء ربنا؟ ده المخادع الذي يعلم ان من يخادعه يعلم خداع ما يبقاش مخادع، يبقى مش كده ولا لا؟ واحد بينكر بيك وهو يعرف انك انت عارف انك بتمكر، يبقى ده مكر. طب ده المكر وما نعرفش، انما ده ما عرفت انك بتمكر تبقى انت مكر. ده انا عارف انك انت مكر ما بقتش مكر. ده الاصول في المكر ايه؟ انك انت ما تعرفش ان مكر. فهم بيقولت على الجماعه المنافقين دول بيخادعوا مين؟ يظهرون الايمان ويبطنون الكفر. هم بيخادعوا مين؟ بيخدعوا من لا يعلم هذه القضية. لا، قل لهم ده انتوا نفسكم يجب ان تأخذوا درس من معاملة الله بواسطة المؤمنين لكم. طب انتوا بتعملوا ايه؟ طب دمكم مصون ومالكم مصون وبنجري عليكم احكام الايه؟ الاسلام. خلاص كده، انما مبيتين لكم ايه بقى؟ الدرك الاسفل من النار. يبقى مين اللي بيخدع التاني بقى؟ تبقى انتوا اللي بتخدعوا ولا احنا اللي بنخدع بقى؟ يبقى الشاطر بقى ما يخدعش اللي يعلم ان ايه؟ ان اللي بيخدعوا يرى. كلمة خدعة يعني عمل ايه؟ مكر به مكرا يبدي له امرا ويخفي سواه. خلاص؟ عشان يثق فيه. نقوم نقول له تعالى اول. يبقى وفي خدعة وفي خادعة. ما قالش ان ربنا بيخدعهم، يخادعون الله مش كده؟ معنى خادعة يبقى في عمليتين اثنين متبادلين. تقول قاتل فلان فلانا ولا قاتل فلان وسكت كده، مش لازم يكونوا اثنين؟ طب شارك فلان مش لازم فلان ولا ايه؟ مادة فاعلة مش عايزة حاجتين اثنين. خاصم فلان، خاصم مين؟ خاصم واحد تاني. يبقى خاصم يعني ايه؟ فاعلة. قاتل يعني واحد بيقتله، بيتقتلوا مع بعض. وقتل الفعل من جانب واحد مش كده؟ يبقى الأول مرحلة ايه؟ ان يبتدئ واحد يخدع، فاللي اقوى منه يروح مبيت له خداع راسه.
يبقى بعد ما يحصل تبييض الخداع يبقى حصلت ايه؟ مخادعة. يبقى خادع، فخادعه. ها؟ ومن اللي غلب؟ نشوف بقى اللي غلب يقال خادعه، يعني ايه؟ غلبه في الخداع. يبقى كلمة خادع اولية خلاص، وبعدين اللي بينخدع خادع راخر، يبقى حصلت ايه؟ خادعة. وبعدين اللي يغلب يقول خدعه، يعني ازال خداعه وجيه انقح منه، وجيه انقح ايه منه، وكأنه بخداعه له ما عملش اي حاجة. نقوم نقول ده صحيح، الله سبحانه وتعالى عاملهم بمثل ما ارادوا ان يعاملوا به مجموعة الايمان. عملوا ايه؟ هم بينوا الايمان وادمروا الكفر. ربنا اداهم في ظاهر الامر احكام المسلمين، وفي باطنه هيعذبهم عذاب الايه؟ الكافرين، واشد لانه هيعملهم في الايه؟ في الترك الايه؟ في الترك الاسفل من الايه؟ من النار. يبقى ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. اوعى بقى تاخد اسم من دي وتسمي ربنا مخادع. هو يفعل الفعل، انما ما تاخدش انت منه اسم. ليه؟ لانه هو بيديك مشاكلة. ولذلك يقول هم بينكروا، يعني بيبيتوا شر للمؤمنين، وانت بتبيت الشر على قدك. يقوم ربنا يفضح الشر ده ويبيت لكم شر. يبقى لما ينكروا ربنا ايه؟ ينكر. انما تقول الله ماكر، الاسم توقيف، انما لله ان يقول في الفعل المشاكل ما شاء. يخادعون الله وهو ايه؟ ما تقولش الله ايه اسمه المخادع، مفهوم؟ ما تقولش الله اسمه الايه؟ المكر، لان دي اسمها ايه؟ مشاكله. لان الذي يمكر ويخادع بده يعمل ايه؟ يبيت حاجه في ظاهر الامر نفع وفي باطنها. طيب لما انت تعمل حاجه دي وربنا يحب يعمل، ربنا هيكشف اللي انت عايز تعمله، انما انت مش هتقدر تكشف اللي ربنا هيعمله. الله الله. يبقى اذا نقول لان احبقى ان المنافقين يخادعون الله وهو خادع، واذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالى. الغايات من الاحداث هي التي تضفي على الجوارح اقبال على الاحداث. فاذا كان الحدث اللي انت بتقبل عليه حدث تحبه اقبلت عليه بكل ايه؟ كل جوارح. ولذلك يقول لك لهفة اللقاء بتحدد، لهفة اللقاء عند من تحب يعني بتحدد. ساعة ما شفت من تحب كده يقول لك ايه؟ لقاء الاثنين يبين حده، تلهف كيفية ومدة، تلهف كيفية ومدة. يعني اللي يبين حد الود ايه؟ اتنين اتقابلوا، من ساعة ما اتقابلوا تشوف ايه اللي بيننا وبين بعض كده، كان 10 خطى خدناها في كم خطوة؟ ايه؟ خطوتين. يبقى التلاهف، التلاهف معناها ايه؟ تقصير زمن اللقاء عن حده. طيب ادي واحدة. والكيفية يا ترى هتروح تسلم عليه كده ولا هتاخده من الحضن تقعد عنه كده؟ ادي الكيفية. المدة خدته بالحضن، قعدت نص دقيقة، ربع دقيقة، دقيقتين. يبقى اذا اللي بيبين قيمة الود ايه؟ التلهف والكيفية والمدة. ودي بقى الشعراء خدوها ليه؟ علشان كان زمان الذين يتيمون بالنساء يعني يسترون في السلام مودته. أم قال لك عايز تعرف بقى لما نوعين اثنين يقابلوا، يعني ذكر وانثى، تقدر بقى تعرف لهفة تحكم بها بقى. الكيفية مش هنقول هيبقى، ما هو في ناس بيبصوا بعض مش كده ولا ايه؟ في ناس يعني بيبصوا بعض يعني. لا بلاش البوس دي، هنخليها سلام بس. عرفنا التلهف يعني سرعة. طيب والكيفية
اما قال لك ساعه ما تشوف كده واحد ست واحد راجل بيسلموا عليها مش من محارمها يعني، والله شوف ان الايد انفردت كده بس كده اهو اعرف ان ده سلام عادي، انما نتصدع ده انتنى بقى هنا. تشوف الصدع انتنى من مين؟ ان كان من الرجل يبقى هي من جهته، ان كان من المرأة يبقى من ايه؟ من جهات، ان كانوا من الاثنين يبقى متبادل. وبعدين المدة بقى مرار ياخدوا ايد بعض كده قالوا يتكلموا من الكلام خدهم عشان الايدين تفضل في ايه؟ يبقى برضو سلام نوعين يبين حده تلهف كيفية ومدة، مفهوم؟ فاذا كل حدث ساعة ما بتقبل على حدث صار بتقبل اول كلام فرو له كده حدث مش سهل بتبقى قايم ايه تقيل كده، يقول لك انت قايم كده تقيل في بعضك كده يعني ما خفتش للعمل. اهم اذا قاموا الى الصلاة قاموا ايه كسالى، لانهم بيعملوا الصلاة دي بس دروا يداروا فيه العملية مش شوك زي النبي ما قال ارحنا بها يا بلال، لا ده عملية شكة لانه هو بيعملها تسدد بها نمره، فيقوم بقى ايه يقوم كسلان كسالة. طيب يراؤون الناس الله، طب وبيقوموا ليه ما دام المساله كده؟ قال لك بيراؤي الناس عشان يفهم انه ايه انه بيصلي. ولا يذكرون الله الا قليلا، ما دام بيراؤي الناس المراه انه يقوم للصلاه، انما كسلان دل على انه لان المنافق هيبقى فيه ايه؟ هيبقى فيه تيارين اتنين متعاندين، تيار مع المؤمنين ايه؟ تيار مع الكافرين، فالتيار مع المؤمنين انه يقوم للصلاة، والتيار مع الكافرين انه كسلان. طب والتيار مع المؤمنين يذكر الله بس شوية كده، والتيار مع الكافرين لا يذكر، ما هو يذكرون الله الا قليلا، القليل ده بيعملوه ليه؟ عشان المؤمنين. طب واللي مش قليل بيعملوه ليه؟ عشان الكافرين. طب ايه يذكرون الله الا؟ قال لك يا اخي ما الصلاه فيها اشياء جهريه وفي اشياء سريه، هو يقول الله اكبر مش دي ابنك اربيه، انما ساعه ما يجي سبحان الله ما يقولش لا سبحان الله ولا حاجه ولا يتكلم معي ولا. طب هيرائي من بقى اصلها في السر اصلها في ايه؟ طب احسب بقى في الصلاه اللي الامام بيصلي كم حاجه تجهر به وكم حاجة يسر بها، يبقى اللي يسر به أكتر ولا لا؟ لأنه ساعة ما بيركع بيقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي، وساعة ما سمع الله لمن حمده. يبقى إذا الحاجات اللي بيقولها قليل ولا مش قليل؟ يبقى اللي بينه وبين نفسه ما حدش شايفه ما يقولوش، واللي عايز الناس تسمعه يبقى لا يذكرون الله إلا إيه؟ إلا قليلا. يا سلام. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس. يراؤون الناس رآه يعني إيه؟ يعني لا يفعل فعلا إلا إذا كان مرئيا للغير، فعل مرئي لمين؟ للغير، أو مسموع زي لا يذكرون الله إلا قليلا. إنما الحاجة اللي لا ترى ولا تسمع دي يعني ما إيه؟ ما أعملهاش. المراه قال لك اه دي عمليه المجتمعات كلها ما بيهزهاش ولا يهزها الا هذه المراه. ليه؟ لان الحق سبحانه وتعالى يحب من يعمل عملا ان يعمله لله الذي لا تخفى عليه خافيه. انما في واحد بيعمل لنصفال ما تشوفه انت كده ها يتقن ويعمل العمل ومش عارف وساعه ما تشوفوش. ولذلك احنا قلنا سابقا ان الحق سبحانه وتعالى يلفتنا الى هذه القضية، يقول ان كنتم تعتقدون اني لا اراكم فالخلل في ايمانكم. يبقوا صوبوا الايمان. وان كنتم تعتقدون اني اراكم فلما جعلتموني اهون الناظرين اليكم. انت تغدر تغش واحد غش ظاهر كده بين عينك كده مغشيتها تغش بعيد عني، انما ما دام انت عارف انني شايفك ليه جعلتني اقل من الناظرين؟ ده لو انسان زيك وناظر
ليك مش هتشتمه او تعيبه او تعمل حاجه تغضبه، فلما جعلتموني ايه؟ قال الله سبحانه. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ينقل لنا ان اللي بيرائي الناس ده كما حدثنا العياشي عن ابن زيان يقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل مره قالوا يا رسول الله فيما النجاة غدا، يعني ننجو ازاي؟ قال الا تخادعوا الله فيخدعكم، الا تخادعوا الله فيخدعكم، فانه من يخادع الله يخدع ونفسه يخدع لو شعر. يبقى بيخدع مين؟ بيخادع نفسه. قالوا يا رسول الله وكيف يخادع الانسان الله؟ ازاي يعني يخدع؟ قال لك ان يعمل ما امره به ويريد غيره. هو بيصلي لان ربنا امر بالصلاة، ويزكي لان ربنا امر بالزكاة، وبيحج لان ربنا امر بالحج، مش كده؟ انما هو عمل ما امر الله به، انما ايه؟ مش لله. ولذلك دل القرآن قال اعمالهم ايه؟ والتانيين قال ايه؟ كصفوان عليه ايه؟ الصفوان ده اللي هو الحجر الاملس قوي اللي ما فيش فيه خشونة، لان لو فيه خشونة وعليه تراب التراب يتخلل الايه؟ الخشونة اللي زي المبرد كده يبقى فيها شوية تراب، انما لما يكونش فيه خشونة وينزل على التراب مطر فتركه ايه؟ كصفوان عليه تراب، مش كده؟ الله. يبقى اذا ما يبقاش فيه عمله. فقال وكيف يخادع يا رسول الله وكيف يخادع الله؟ قال يعمل ما امره به ويريد غيره. فاتقوا الرياء فانه شرك بالله، فانه شرك بالله. ان المرائي يدعى يوم القيامه باربعه اسماء: يا كافر، يا فاجر، يا غادر، يا خائن. ان المرائي يدعى يوم القيامه بايه؟ اربعه اسماء: يا كافر، يا فاجر، يا غادر، يا خائن. ثم يقال له حبط عملك وبطل أجرك ولا خلاق لك اليوم، مالكش نصيب، اذهب فخذ أجرك ممن عملت له. يبقى بقى المنافق بيرأي مين؟ مش بيرأي المؤمنين. طب نقول له بقى يا اخويا روح خذ أجرك، وخذ اجرك من اللي انت ايه؟ من عملت له. ان المنافقين يخادعون الله وهو خادع، واذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا، مذبذبين بين ذلك لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء. المذبذب، الشيء المذبذب هو الشيء يعلق في خيط، يقوم الريح ياخد شويه كده ويجيب شويه كده، مش ثابت يعني، ومنه ماخوذ المزبه ومنه ماخوذ الذباب، انت تزبه كده يرجع تاني وتزبه يرجع ايه تاني وتزبه يرجع ايه تاني، لان نقول لك ان الذباب اذا زب عن مكان ايه لازم يرجع اليه، لازم يرجع ايه يرجع اليه. ولذلك قلنا سابقا ان في وسام حربي في فرنسا اسمه ايه؟ وسام الذبابة، ده يعني من الاوسمة الحربية المشهورة. ايه يعني وسام الذبابة؟ يقول لك ده بيعطى للقائد اللي ان اتخذ منه موقع اعداءه واخذوه منه لا يهدأ حتى يرجع اليه كما تفعل الذبابة. مذبذبين بين ذلك، لا مذبذبين
طب هم مذبذبين نفوسهم ولا هم مذبذبين؟ أم قال لك من 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 عظائم النفس البشرية وتكوين إيه؟ إن الذات الواحدة يبقى فيها آمر ومأمور. آمر ومأمور. ولذلك يقول لك قوا أنفسكم. أنا أخ نفسي، طب هو أنا مين؟ ما أنا نفسي. الله، إذا في حاجتين إيه؟ في حاجتين. فطوعت له نفسه قتل أخيه. الله. طوعت لمين؟ طب ما هي النفس؟ طوعت له نفسه ذاته قتل اخيه. طب مين اللي طوع من ما الذات واحد؟ ام قال لك ايه؟ عظمه النفس البشريه، ان النفس البشريه مش ملكه واحده بل ملكات متعدده. في ملكه تحب الاريحيه، في ملكه الثانيه تحب الشوق. الاريحيه عشان ياخد ثناء الناس وعشان يبقى ويبقى، والشوق عشان يبقى عنده. الله، في ملكتين، الملكتين عمالين يعملوا ايه؟ بيتصارعوا. لما يتصارعوا يبقى اكن في ايه؟ ولذلك قوا انفسكم. طب ومين اللي انا؟ ما هو انا نفسه، نفسي تاخي نفسي. يقول لك ما انت فيك ملكات متعدده، انت في ملكات تحب تحقيق المتعه والشهوه لنفسك، في ملكه ايمانيه تقول لك الشهوه دي هتبقى عاجله وبعدين تجيب لي متاعب ثانيه ومتاعب آجلة ومتاعب خالدة. يبقى إذا في صراع ولا لا؟ أدي مسألة. فطوعت له نفسه قتل أخيه، فكأنه حب يقتل لأن غريزة الاستعلاء. وبعدين أنت هتقتل، طب ما أنت هتبقى باسم الله، تروح بالاسم يا شيخ اللي هي إيه؟ المراودة اللي موجودة. يبقى الإنسان فيه ملكات متعددة، كل ملكة لها إيه؟ لها مطلوب. الدين بيعمل إيه بقى؟ الدين بيعمل تعايش سلمي بين الملكات، يعمل تعايش سلمي بين مع الملكات. يجي واحد الغريزه الجنسيه هي الاسعاف تعمل كده، وبعدين يقول له بعدين تلك في اعراض الناس والناس تلك في اعراضك وتعمل مش عارف ايه، ما تروح تتجوز زي ربنا ايه؟ ربنا ما شرع. يبقى اذا المساله واحده ايه؟ يبقى ما هوش حاجه واحده كده لك، لا ده شويه ملكات. الملكات دي في الذات الإنسانية عايز الدين يعمل بينها تعايش سلمي. أنا غريزة الجوع، بجوع وعايز أكل. أم قال لك إيه؟ وكل، بس ما ينقلبش إلى شرع، ما ينقلبش إلى إيه؟ شو بحسب ابن آدم لقيمات يقمن إيه؟ يقمن صلبة. طيب أنا عايز بقاء النوع، عايز العملية الجنسية لبقاء النوع. يقول له بس أنت ما تاخدهاش في إيه؟ في أعراض الناس، ترمي ولادك في فراش غيرك، لا خدهم ليك انت. طهر اتجوز. الله، بحب الاستطلاع. يقول لك بس ما تتجسسش على الناس. الله، يبقى اذا في كل ملكه ايه؟ في حاجه تانية ملكه بتعدلها، ملكه بتعدلها، لان الغريزه مخلوقه لله عشان تؤدي مهمه، ما تجعلش انت السلطان بتاعها كله، بل عايش الملكات معايشه ايه؟ معايشه سلميه علشان النفس الانسانيه تبقى ايه؟ تبقى متسندة. ولذلك احنا قلنا زمان ان الرجل الذي ينظر الى حلاله يبقى قاعد كده ينظر قدام ولاده، بينظر قدام اهلها، بينظر مش كده ولا لا؟ طب عايز ينظر الى محارم غيره يعمل ايه؟ شوف بقى كم ملكة عمالة تتصارع بقى، عايز يتدارى وعايز يعمل، ده شايف ولا مش شايف ولا استنى شغلانه. يبقى ماهيش طبيعي ولا لا؟ المنهج الايماني يريد من النفس الانسانيه ان تتساند ملكاتها ولا تتعاند، كل الملكات تعيش مع بعض في ايه؟ في سلام. علشان ايه؟ عشان الجهاد الانساني يؤدي المهمه بتاعته كما ينبغي. الغريزه دي لكذا تبقى لكذا، الغريزه دي لكذا تبقى لكذا، ما نعديهاش الى امر الايه؟ الى امر اننا لو عدناها بشهوتنا نفسد الدنيا. كنا ضربنا مثل زمان قلنا تعالى الكهرباء اللي عماله تدينا نور دي، اللي بتدينا نور، مش المهندس لما جه يعملها وعمل الموتور وجاب موجب وسالب مش كده ولا لا؟ طب الموجب والسالب دول بيدونا ايه لما بيتعملوا مع بعض؟ جاب بيدونا ايه؟ شرع. نعملها طاقه، يا قوه يا تدور اله على الاول. طب بالله لو التقيا على غير تصميم المهندس يقولوا بتعمل ايه؟ ماس. الماس بيعمل ايه؟ كذلك النفس البشرية إن التقى الذكر مع الأنثى
كما شرع الله، زي المهندس مركب الايه الموجب والسالب وناخد منهم يا الضوء يا الطاقه، ان لخبطني يحصل ايه ماس، يعمل حريقه، يعمل ايه يعمل حريقه. مذبذبين بين ذلك لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء. ولذلك قلنا الكافر فيه ميزه، الميزه انه منسجم مع نفسه، مش مؤمن بالحكايه دي واعلن انه مش مؤمن. ما واحد يقول لك بقى يا اخي اللي اظهر ايمان واكثر كفر يبقى مش زي اللي عملها كده كفر مره واحده واللي احسن، لان دول ما خدعش الطائفه المؤمنه وقال لهم ده انا وياكم وهو مش وياي ومنسجم مع نفسه. انما المنافق مذبذب ملوش ايه طبع نفسي، حتى يعني خسيس في وضعه الرجولي. مذبذبين بين ذلك لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. يضلل الله، هو ربنا جيل الباب للطاق كده واضل الناس؟ لا يقول ده ربنا ما بيضلش الا اللي ما عرفوش ما امنش بيه، يقوم يسيبه على ايه؟ على غماه. ما دام سايبه على غماه يعني هو كان يقدر سبحانه انه ياخده غصب عنه، انما هو سايبه لاختياره. فلما ده يقبل على الله ربنا يقول له انا هعينكم، ولما ما يقبلش على الله يفدائي. يبقى لما ما خدوش يبقى هو سابه لمين؟ يبقى سابه لنفسه. وما دام تركه لنفسه لانه لم يؤمن بالله يبقى يضل. انبسط يا اخوان، يلا نزين لك ونديك في الدنيا ونديك مش عارف ايه ونديك ايه ونديك ايه. ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. ليه؟ لان سبيل الله واحد. سبيل الله، وما دام ما راحش في سبيل ربنا يبقى في ضلال ولا لا؟ يبقى في ضلال. انتهت المساله. لو في سبيلين، ما هو الراجل اللي كان بايه اللي كان بيطوف وبعدين سمع واحد عند الملتزم بيدعي ربنا، وده الاصمعي، والاصمعي بقى كانت اذن واذن ادبيه ويميل للاساليب الحلوه كده والشعر فلما وقف لقى الراجل بيدعي ربنا دعا يعني كويس كده، قال له يا رب انا عاصيك، وانا لو يعني كده ما كنتش هاجي اطلب منك المغفره، انما اصل ما فيش الاله الا انت، طب انا اعمل ايه؟ انا عصيك، ويعني كان اقل مبادئ الحياه ان انا ما اعصيكش واجي اطلب منك، انما اصل ما فيش اله الا انت، طب انا اعمل ايه بقى؟ مفيش الا انت. فالاصمعي عجبوا الدعاء، قال له يا هذا ان الله يغفر لك لحسن مسالتك. يعني انت تساله ازاي؟ ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. يا ايها الذين امنوا، المساله في المنافقين اخذ عليهم انهم بيتخذوا الكافرين اولياء من دون ايه؟ دعنا اخذنا على المنافقين انهم يتخذون الكافرين اولياء من دون المؤمنين. يبقى اولى بالمؤمنين ان لا يصنعوها ولا لا؟ يبقى قال الذين يتخذون الكافرين اولياء من دون المؤمنين يتخذون عندهم العزه، وجاب الحكايه قال بقى يا مؤمنين احنا اخذنا على المنافقين انهم ايه؟ يتخذون الكافرين اولياء، فانتوا بقى اوعوا تعملوها. يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا الكافرين اولياء من دون المؤمنين. ليه؟ ده امر منطقي، لاننا اخذنا على المنافقين انهم يتخذون الكافرين اولياء من دون المؤمنين، فاذا كنا قد اخذنا على المنافقين هذا يبقى انتم تعملوها؟ ده انتم لو عملتوه تبقى جعلتم لله عليكم سلطان، يبقى حجة انه يعذبكم بقى، لان دوكهم يا اخوان مأمنين نص ايمان بألسنتهم وكافرين بقلوبهم، انما انتم تبقوا مؤمنين كده ايمان صح وبعدين تعملوه ايه؟ ده انتم اديتوا ربنا حجة قوية في ان يعذبكم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين. أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا؟ ده الحق سبحانه وتعالى في إرسال الرسل وفي تأييدهم بالمعجزات وفي إرساله المناهج المستوفية لتنظيم حركة الإنسان في الحياة، كل ده ليقطع الحجة على الناس ان انت يا رب ما قلت لناش اعملوا كذا واعملوا كذا. كان الحق سبحانه وتعالى كان يكتفي بان العقل يقعد يفكر
وان احنا مش ممكن نكون خلقنا نفسنا والكون ده لازم له خالق ولازم وما تركناش لدي ده ارسل لنا ايه رسل وما دام ارسل لنا رسل والمنهج واضح يبقى معنى ذلك ايه لئلا يكون للناس على الله حجه بعد الرسل ما حدش يقول ان انت ما نبهتنيش مفهوم يبقى الجهل بالقانون عند الشرع البشري ما بيعفيش انما ربنا ما يجيش كده ابدا لازم يبعث رسول ويقول لهم دي حلال ودي حرام حتى ليهلك من هلك ايه ويحيى من حيا ام بينه ما فيش حد يقول ان ربنا خدنا على مشمنه لا ابدا كل حاجه فانتم اذا اتخذتم الكافرين اولياء يعني تقربوهم او تتقربوا منهم وتستنصروهم وتعملوها يبقوا انتم شر من المين شر من المنافقين لان المنافق لعذر لانه فيه خيط من الكفر وفيه خيط من الايه من الايمان يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا الكافرين اولياء من دون المؤمنين اتريدون ان تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا يعني حجة في ان يعذبكم والله سبحانه وتعالى جعل الحجة في ان بلغكم الايه المنهج فاذا ما صنعتم غير هذا يبقى انتم اديتوا ربنا ايه حجة في ان ايه في حجة في ان يعذبكم اتريدون ان تجعلوا لله عليكم سلطانا ايه سلطانا مبينا السلطان المبين هو السلطان المحيط البين اللي ما يقدرش ايه واحد يدفعه لان مثلا يجي واحد بحجة يقدر واحد ينقضها زي المحامي امام المحامي يجيب حجة وده ينقضها وده حجة وده ايه ينقضها انما السلطان المبين الحجة التي لا تنقض لانها حجة مين ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار رجع لمين شو بقى التربية الايمانية حق سبحانه وتعالى مش قايل فصل في المنافقين ويقعد كل ما يتعلق بالمنافقين لا ده يروح نغزة في المنافقين ثم يروح جايب للمؤمنين حتى الله عشان يعمل ايه عشان ينفرني من الحكاية اللي فيها المنافقين دي وبعدين يرجع لمين وبعدين يرجع للايه للمنافقين قل ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار الدرك مرة تطلق درك ومرة تطلق ايه درك زي كلمة نهر مثلا نهر ونهر زي شمع وشمع يعني فيه الاثنين يسكون يعني فالدرك والايه والدرك الدرك ده دائما في نزول ولذلك يقول لك ايه الجنة درجات والنار دركات يعني اللي نازلة لتحت دي يبقى اذا في المستوى زي ما بنقول مستوى سطح الايه احنا جعلنا المقياس مستوى ايه سطح البحر مش معنى مستوى سطح البحر قال لك لان اليابسة متعرجة في عال وفي واطي انما البحر استطرق البحر استطرق ولذلك بيسموه ميزان الايه ميزان المية لما ترمي شوية مية كده تروح فتح المهندسين اللي استلموا الطريق مش كده ولا لا ولا فتح اللي بيبلط لك الشقة ولا رمي شوية مية كده تلتفت بقى جت هنا يبقى نعرف انه لاحظت بمقاس ولا قاس ولا عمل حاجة عابها زي ما وبعدين تجي شوية مية ما تطلعش ناحية المرزاب عشان تتصرف تدخل الايه الاوضه وبرضه في الشارع تلتفت تلاقي الشارع فيه بحر يبقى فضحت مين فضحت الايه المهندس ما هو كل حاجه بتفضح حاجه كده كل حاجه تفضح حاجه يقول لك مثلا اللي بيغفق يفضح البنا اللي بيغفق البيت يفضح مين لان البنا الجدار مبعوك كده وواطي من هنا شوف بقى يملى الواطي لحد ما يتساوى قد ايه بقى عايز كل حتى شكارة اسمنت على ما تملاه انما لو البناء كده ماشي يبقى الايه التخفيق رقيق ما ياخدش انما دوك عايز يملى الواطي لحد ما ايه مثل يبقى اللي بيفضح البنا مين طيب واللي بيفضح بتاع المحارة مين اللي بيضرب بويه لانه يجي بقى بده يعمل معجون في الحتة الواطية بقى والمحارة مش عيد لو موجة وبتاع مفهوم طب واللي يفضح بتاع البويا مين بقى مفيش بشر اشياء فطرية طبيعية يقول لك والله بقى عايز تغش في البويا زي ما بيقولوا ساعة ما تعملها روح سلمها على طول
لانك انت لو استنيت يومين ولا ثلاثه الغبار اللي حيته هيفضحك، لان الغبار كده بتاع الذره بتاعت الغبار بتنزل في خط مستقيم. شوف بيه من اللي عامل لها الاستقامه دي تنزل. تقوم لما تيجي تنزل على الحيطه تيجي تلاقي حته نطقه تروح وقع عليها، تقوم تلتفت تلاقي العصار عامل تي 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 تي. ما تعرفش تستلم، يقول له بقى انا عايز تسلم، سلم نهار ما خلصت، ان تركتها كان يوم هتنفضها، ولا استلمها بالنهار بقى في شعاع الشمس. بص كده ان لقيت الجدار فيه ظلال 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 كده يبقى معناه انه فيه ايه نتوه. من اللي فضحهم بقى؟ الله. حد الله بما فطر في كونه من غرائز. يبقى كلها مردها لمين بقى؟ كلها مردها لله. احنا نقعد نفضح في بعض، ليه يفضح ده وده يفضح ده وده يفضح ده، لحد ما ننفضح كلنا امام مين؟ امام الحق سبحانه ايه سبحانه وتعالى. طب ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار. قال لك ايوه في الدرك. هو لما قال قاموا كسالى، كسالى يعني ايه؟ يعني الارض مسكاه، مش كده؟ وهناك قل ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ايه؟ استقلتم الى الارض، هبطوا للارض كده. يقوم يقول له اه الذي ياخذ المنهج من الله بيقول له تعالى الى السماء ارتفع، والذي ينزل الى الارض بينخفض. طب ما هو في الدرك بقى نزول بقى، يبقى ده مناسب ولا مش مناسب؟ يبقى مناسب، والى لقاء اخر.